أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن منتدى غاز شرق المتوسط بالاضافة لما تبذله مصر من جهود مع الشركات الكبرى في مجال البحث والتنقيب عن مصادر الطاقة سيلعبان دورا كبيرا في التخفيف من آثار أزمة الطاقة على القارة الأوروبية. وفي مداخلة خلال إحدى الجلسات الحوارية ضمن مؤتمر إيجيبس 2023 أوضح الرئيس السيسي أن شركات البترول الكبرى تأثرت كثيرا بالانطباع حول الطلب على الطاقة ما أثر على حجم بالضخ والاسعار على خلفيه الجائحه والازمه الروسيه الاوكرانيه. منتدى الغاز لشرق المتوسط والجهد اللي احنا بنعمله مع الشركات، شركات البحث والتنقيب هي اللي هتبقى العنصر الحاسم في ان المنتدى يقوم بدوره في تخفيف من اثار الازمه والطلب على الغاز لاوروبا خلال المرحله القادمه. كل ما هيبقى فيه اكتشافات سواء كان في لبنان زي ما ذكرته او في اسرائيل او في مصر او في اي دوله تانية وهذا الغاز يصل الى اوروبا اتصور ده هيقلل من حجم الطلب او حجم الضغط الناتج عن الازمه الروسيه الاوكرانيه خلينا نضيف نقطه ثانيه واختم بها يعني انا عايز اقول ل يعني اصدقائنا الشركات الكبيره والشركات اللي بتعمل في هذا المجال تاثرتم كثيرا بالانطباع عن فكره الطلب على الغاز والطاقه خلال السنوات الماضيه وده اثر على حجم الضخ او حجم ضخ الاستثمارات في مجال يعني الطاقه الاحفوريه البترول والغاز وبالتالي حجم المعروض ما كانش يعني بالمستوى المطلوب وبالتالي لما حصلت الازمتين سواء ازمه كوفيد او ازمه الازمه الروسيه الاوكرانيه ابتدت الاسعار تبقى زياده يعني ده معناه ان احنا لا نتاثر كثير بالانطباع ونتعامل مع الواقع واقع الطلب وواقع نمو الطلب خلال السنوات القادمه